وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. دكتور عمرو، بعد التحية، كيف قرأت نسبة التضخم القياسية الجديدة التي سجلتها منطقة اليورو، وأيضا توقعات حضرتك بشأن أسعار الفائدة؟ أولا مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدين. كل الظروف اللي احنا عايشين فيها على مستوى العالم وليس فقط على مستوى منطقة اليورو هي ظروف صعبة، لكن طبعا احنا بتشدنا الأحداث والمجريات والمتغيرات اللي بتحصل في منطقة اليورو، لأن دي من المناطق الصناعية والمناطق الكبرى، المناطق الاقتصادية الكبرى اللي بتضم زي ما أنت عارف يمكن دول الجي 7 اللي لسه كانت ملتقية منذ حوالي أسبوع، وبالتالي الآثار الاقتصادية الصعبة اللي بيمر بيها الدول الأوروبية لا سيما، خلي بالك يمكن احنا بنعتقد انها دول صناعيه كبرى وهي فعلا دول صناعيه كبرى، لكنها بتعاني من مشاكل كثيره، ما القدره على زياده الوظائف وانتاج الوظائف، قدره الشركات عندها انها تستمر وتنافس بشكل قوي رغم ان عندها طبعا شركات كبرى وقويه، لكن المنافسه من قبل اليابان والصين ودول جنوب شرق اسيا والدول الناميه برضو قويه، منافسه قويه، وبالتالي تجد شركات الدول الصناعيه او دول منطقه اليورو منافسه قويه، بالاضافه الى الظروف الهيكليه او التضخم والبادجت ديفيسيت او العجز في الموازنه اللي بتعاني منها كثير من هذه الدول. يمكن احنا شفنا من سنوات قليله ازمه في اليونان، ازمه في ايطاليا، ازمه في البرتغال، ازمه في اسبانيا، كادت تعصف باليونان لولا تكاتل دول المجموعه الاوروبيه. فالحقيقه الدول الاوروبيه بتعاني من مشاكل في الاصل قبل هذه الازمه، مشاكل هيكليه ومشاكل صعبه، زادت هذه الازمه نتيجه شورتج او الضعف في انتاج الطاقه او تمويل الطاقه اللي كانت بتعتمد عليها من روسيا بشكل كبير. شفنا دول متاثره، دوله كبيره، دوله عظمى زي المانيا متاثره، وزير التجاره والصناعه الالماني اعلن منذ حوالي شهرين ان ممكن يكون 10% من الاس ام ايز او الشركات الالمانيه الصغيره والمتوسطه تخرج من السوق، مش تتوقف او تعاني من مشاكل، لكن تخرج من السوق. طبعا دي تصريحات مقلقه، تصريحات بتدل على ان هذه الاقتصاديات او منطقه اليورو الحقيقه يعني هي قويه بانتاجها ولكنها ليست قويه بامدادات سلاسل التوريد في الطاقة أو المكونات الأخرى اللي بتعتمد على الصين في سلاسل التوريد وبتعتمد على روسيا كانت في مجال الطاقة. احنا شفنا كنا الدفاع الروسي الألماني اللي كان بشكل كبير في مصلحة ألمانيا وفي مصلحة أوروبا، وكانت الأمور مستقرة ومستتبة. يمكن عشان كده أنا بقول يمكن أن ما يحدث من أزمة هو ضرب في جزء منه محاولة أمريكية بريطانية لضرب التحالف الروسي الالماني او التقارب الروسي الالماني اللي كان بدا يحصل ايام المستشاره الالمانيه انجري ميركل في السنوات الماضيه. على اي حال زي ما حضرتك بتقول او سؤالك ان فعلا دول اليورو بتعاني، والتضخم اللي موجود في دول اليورو ده نتيجه النقص في سلاسل التوريد والمشاكل الهيكليه اللي بتعاني منها الاقتصاد الاوروبي او بيعاني منها الاقتصاد الاوروبي. الاقتصاد الاوروبي يمكن يعني احنا عشنا في اوروبا عدد كبير من السنوات، الاقتصاد الاوروبي وانا قلت هذا الكلام من قبل اقتصاد ثقيل، اقتصاد قديم، القاره العجوز زي ما يطلق عليها، عجوزه في كثير من مكوناتها، حتى يمكن اقتصادها ليس بالمرونه الذي نتوقعه، وبالتالي هو اقتصاد كبير ثقيل مثقل بكثير من الهموم ومثقل بكثير من الديون ومثقل بكثير من التاكسز او الضرائب. الدول الاوروبيه الحقيقه بتفرض ضرائب كبيره جدا على المنتجين وعلى المصنعين، وده بيثقل الجانب الانتاجي او الجانب الصناعي. وده دكتور عمرو، او بالنسبه لاسعار الفائده يا فندم، هل توقعات حضرتك انها سوف تظل كما هي ام سيحدث تغيير في الفتره القريبه المقبله؟ شوف، اسعار الفائده يعني لا تؤثر بشكل جذري، هي يعني احنا بنتكلم اسعار الفايده او اسعار الفايده بتجذب عشان الساده المشاهدين يعرفوا، نعم، حاجه اسمها فولاتايل، يعني فولاتايل يعني اموال طائره او اموال هشه او اموال متنقله، لكنها لا تساعد على الاستثمار. يمكن هي مرحله من المراحل اللي بتحاول فيها الحكومات انها ترفع سعر الفايده عشان
الناس يحطوا فلوسهم في البنوك، فبالتالي ما ينزلوش الاسواق لان ما فيش انتاج فالاسعار ما ترتفعش. لكن انا في رايي الشخصي ان رفع سعر الفايده قد يفيد في الاجل القصير جدا. نعم. في جذب اموال، خلي بالك وليس استثمارات، جذب اموال او نقود، ولكنه لا يساعد على جذب استثمارات ولا يساعد على نمو او تنميه على الامد الطويل. هي محاولات قصيره الاجل. إذن هناك ترقب لما سيحدث في منطقة اليورو. بشكر حضرتك الشكر الجزيل دكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق.